منتخب مصر يوصل كاس العالم، لان ده الهدف اللي احنا بنتمناه يعني. كابتن، شايف ان انت اتظلمت السنه الموسم اللي فات ده في تقييمك، لان انت قعدت على الدكه فترات طويله، والرغم ان ده انت كنت هداف الفرقه، وكل ما بتشارك يعني بتثبت ان انت زي ما انت، مفيش سبب ان انت تقعد على الدكه. يعني اصل هقول اتظلمت، فاحنا عندنا التقييم يعني بيبقى بعض الاوقات ما بيكونش سليم، وبيبقى شخص شويه، وكل واحد لغرض ما. مش كل الناس، في ناس محترمه جدا، وفي ناس بتتكلم بواقعيه، وفي ناس بتتكلم على ارض الواقع، وفي ناس ثانيه لا، بيبقى تنطرد منها ان احنا في ناس قديمه وشفناها بقى لنا سنين كتير، فمش عايزينها تبقى موجوده، عايزينها تختفي باي شكل من الاشكال. في ناس ثانيه ما بتحبش للناس دي خير، في ناس مش عايزينها نكمل. عماد مجرد ان هو يلعب ماتش وحش، عماد لازم يبطل ويعتزل، وندخل بقى في القصه دي، ويعني زهقت منها خلاص، لدرجه زهقت منها. عماد يجيب جون، عماد يعني انا ما بتقيمش بجون، يعني مش عماد متعب الارقام دلوقتي بجون، او يقيم انه جاب جون في الدقيقه 90 فخلاص هو حياته وقفت على انه جاب جون، لا خالص، انا بتقيم بادائي في الملعب ومجهودي.